تختلف طبعا. كيف علاقتك اليوم مع سعد اللذيذ؟ ما في يعني، هو الأستاذ سعد الآن أعتقد في أشخاص هم اللي في الأستاذ المغربل إذا صح التعبير موجود الآن في الرابطة، ولا أنا غلطان؟ أيوة. طيب أنت ما في تواصل مع سعد اللذيذ؟ لا ما عني شخصيا، لا ما في تواصل. طيب في أقسام مختصة تتواصل. مين الأقسام المختصة في ده؟ اللجنة الفنية واللجنة. أنت عضو فيها؟ أنا لا ماني عضو في اللجنة الفنية. اللجنة الفنية بس عشان نحدد الصورة. أيوة. مدرب ومدير رياضي ومدير تنفيذي عشان ينفذ القرار. لجنة فنية مختصة خاصة بهذه الجزئية. ما فيها أي أحد من الغير ربحية؟ ما فيها أحد من غير ربحية ولا فيها أحد من الشركة. لجنة فنية خاصة. طيب تسمح لي هنا بسؤال؟ تفضل. يتسع صدرك؟ لا أنا قلبي قلب فيل ترى. طيب ريح كده بس شوي. أنا مرتاح والله مرتاح. طيب أنا أبغى أسأل الحين، اليوم أنت رئيس النادي الأهلي، إذا أنت ما تكلم صندوق الاستثمارات في قنوات التواصل، حلو؟ أنا فهم كده يعني. كيف يعني؟ أنت مو تقول قبل شوي أنه التواصل مع صندوق الاستثمارات له قنواته الخاصة؟ إحنا معاه، إحنا بنتواصل معاه، مو مكانه إني أطلع على الهواء وأقول. لا لا لا. أنا بتواصل معاه بالقنوات الرسمية، اجتماعاتنا الرسمية الموجودة المسجلة والمجدولة.